السلام عليكم. موعد وتوقيت مباراة فريق نهضة بركان المغربي وفريق دياب النوار الكونغولي في الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإفريقي 2024. والقنوات الناقلة لهذه المباراة يحتل فريق نهضة بركان المغربي صدارة المجموعة الرابعة من كأس الاتحاد الإفريقي برصيد 6 نقاط، ويحتل فريق دياب النوار الكونغولي المركز الرابع ب0 نقطة. وسيقابل نهضة بركان دياب النوار في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الاتحاد الإفريقي يوم الأحد القادم 10 ديسمبر 2023 على الملعب البلدي ببركان في حدود الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب، 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت السعودية إن شاء الله. ومن المنتظر نقل هذه المباراة على قناة الرياضية TNT وعلى قناة بي إن سبورتس HD 8.